الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشعل الموقف مرة أخرى وعلى أعلى المستويات ضد أوكرانيا وضد الناتو وضد كل من يعادي روسيا، وذلك من خلال الإعلان عن وشك إدخال وعلى وشك إدخال مسألة وإقحام صاروخ خطير للغاية يطلقون عليه الشيطان الروسي. هذا كله جاء خلال كلمة له أثناء اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العالي أو التعليم العسكري العالي بهذه الطريقة يوم أمس، ووكالة رويترز هي التي نشرت تفاصيل ما قاله بالضبط. وهو قد أعلن ببساطة بأن هذا الصاروخ العملاق الذي ترونه أمامكم وهو من صاروخ سارمات، طبعا RS-28، الشيطان الروسي أو كما يطلقون عليه الشيطان الثاني أو ملك الصواريخ، أو حتى الغرب يطلقون عليه صاروخ يوم القيامة، بأن هذا الصاروخ في المستقبل القريب سيدخل إلى الخدمة القتالية وستكون له مهام قتالية. هذا الصاروخ الذي ترونه صاروخا لا مثيل له أبدا، وهو أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات على وجه الأرض، ويصل وزنه إلى 209 طنا، وكذلك بأن طوله 35.3 مترا، عرضه كذلك 3 أمتار. بل أخطر ما في هذا الصاروخ هو رأسه الحربي، فهو قادر على عملية حمل 10 رؤوس حربية نووية، وهذه الرؤوس الحربية النووية ممكن أن يصل وزنها إلى 10 أطنان، أي بما معنى 9,071 كيلوغراما، وزن هائل للغاية. من الممكن أن يحدث دمارا هائلا، بمعنى آخر بأنه إذا سقط على نقطة معينة على أي منطقة حول العالم فإن الانفجار الخاص به سيكون أقوى ب2000 مرة مما شهدناه في عام 1945 في هيروشيما وناكازاكي من سقوط قنبلتين ذريتين أمريكيتين آنذاك هزت العالم بأكمله، وأقوى ب2000 مرة من هذه الانفجارات التي شهدناها. وبالتالي الدمار ليس طبيعيا، ولهذا الغرب يطلقون عليه يوم القيامة لأنه ممكن أن ينهي ويدمر دولا بالكامل، دول كاملة ممكن أن ينهيها وينهي الحياة فيها. على سبيل المثال ولاية تكساس الأمريكية إذا سقط عليها صاروخ من هذه الصواريخ محملا ب10 رؤوس حربية نووية فهو سيدمر هذه الولاية الأمريكية بأكملها، والتي تعتبر ثاني أكبر ولاية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر ب10% من فرنسا. وهذا يعني أيضا صاروخا آخرا على فرنسا سينهي فرنسا بالكامل. وأيضا أن هذا الصاروخ يتمتع بسرعة عالية للغاية، بل بالإضافة إلى ذلك مناورة عالية ومدى كبير للغاية، المدى يصل إلى 18,000 كيلومترا، أي بمعنى آخر بأنه قادر على ضرب أي دولة حول العالم. والإكسبرس كانت قد اهتمت بمسألة سرعات ومديات هذا الصاروخ، وأوضحت عددا من الدول الأوروبية إن استهدف هذا الصاروخ كم هي السرعة والوقت الذي سيحتاجه للوصول إلى هذه المناطق. وسنلاحظ طبعا إذا ما قربنا الصورة بشكل أكبر، فلكي يصل هذا الصاروخ لتكساس ليدمرها بالكامل فإنه بحاجة إلى 14 دقيقة فقط لكي يصل إلى هذه الولاية المهمة للغاية، وكذلك في نفس الوقت إذا استهدف فنلندا فهو بحاجة إلى 15 ثانية لكي يضرب فنلندا، أما فرنسا فقط 210 ثانية، والمملكة المتحدة طبعا بريطانيا 200 ثانية فقط. وبحسب الأوصاف هو قادر على تدمير فرنسا، على تدمير المملكة المتحدة وتدمير ولاية تكساس، وهذا يعني بأنه قادر وهذا يعطي القدرة لروسيا ببساطة أن تستخدم بضعة من هذه الصواريخ إن أرادت وتدمر كل بلدان العالم وتبقى لوحدها إذا ما فعلت طبعا هذا الصاروخ الخطير للغاية. وهذا الصاروخ ببساطة يمر بالعديد من المراحل كما تلاحظون، 5 مراحل، الأهم هو المرحلة الأخيرة عندما يقوم بالمناورة العالية للغاية. بحسب الأوصاف القادمة من وزارة الدفاع الروسية منذ أن بدأوا بالعمل على هذا الصاروخ والإعلان عنه، كذلك هم بدأوا بالعمل بال2011، في عام 2015 سمعنا عن هذا الصاروخ و2018 أيضا، وبالتالي هذا الصاروخ هو في حقيقة الأمر عندما يقوم بالمناورة العالية والتشويش العالي على المضادات الجوية التي قالوا بأن ليست هنالك قدرة على اصطياد هذا الصاروخ، فإنه عندما يصل إلى هدفه يقوم بعملية إطلاق الرؤوس النووية التي يحملها بهذه الطريقة قبل الوصول إلى الهدف ويحدث الدمار الذي يبحث عنه. صاروخ ليس بالعادي أبدا، ولكن عادة روسيا تستخدمه في حقيقة الأمر للردع، لمنع الآخرين من التفكير في
في استهداف روسيا أو التحرك ضد روسيا. والمثير بهذا الأمر أن الإعلان عن هذا الصاروخ يوم أمس هو يأتي متزامنا مع ما رأيناه في صحيفة لاموند الفرنسية، والتي نقلت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعم مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأن حلف الناتو سيدخل إلى أرض المعركة إن لم يوقف بوتين الحرب ويتفاوض. بالتالي هو يحاول أن يردع بوتين، وجاء الإعلان عن هذا الصاروخ. ليس هذا فحسب، بل إن الأسبوع الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا ما وثقته وكالة رويترز عنه، قال الآتي. قال بوتين إن القوات الأوكرانية ليس لديها فرصة في هجومها المضاد الحالي، وأن روسيا ليست بحاجة إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية. بمعنى آخر، وما يفهمه المرء عندما يقرأ هذه الكلمات أو هذه الأسطر، سيلاحظ ببساطة بأن الهجوم المضاد نجح، فإننا سنفكر في استخدام الأسلحة النووية. وطبعا يأتي الإعلان هنا بأقل من أسبوع تقريبا، يعني الكثير، تحرك مثير، تحرك فيه رسائل كبيرة. لكن هنالك قضية خطيرة فيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني. رغم ما يشاع بأن القوات الروسية قوية على مستوى الدفاع، وهي منعت الأوكرانيين وكبتتهم الكثير من الخسائر، إلا أن شخصا من داخل المنظومة الروسية، وهو يفغيني بريغوجين، قائد قوات فاغنر التي انتصرت في معركة باخموت الشهيرة، والرجل اكتسب شهرة كبيرة للغاية، ظهر فجأة وتحدث من خلال تسجيل صوتي مدته 4 دقائق كما تلاحظون. والموسكو تايمز كانت قد نشرت تفاصيل ما ذكره وترجمتها بالكامل، ووضحت بأن بريغوجين هنا يقول بأن هنالك نشرا غير صحيحا من قبل الروس فيما يقوم به الأوكرانيين، وبأن الأوكرانيين خطتهم في الهجوم المضاد مستمرة وناجحة، وتسير الأمور كما يريده الأوكرانيين، وليس كما طبعا تشيعه روسيا بأنها منتصرة وتدمر الدبابات وغيرها. وبالتالي إيفغيني بريغوجين، هنا المفاجأة، هو تحدث عن مسألة تقدم للأوكرانيين هنا في خيرسون عبر نهر دنيبرو، وتحدث عن محور زاباروجيا بأكمله مع دانييتسك، تحدث عن أوريخيف، تحدث عن هذه المنطقة أيضا باتجاه روبوتنا، وكذلك هنا في هذه المنطقة أيضا الأخرى قال بأن هنالك تقدما أوكرانيا. وبالتالي إذا ما أخذناها واحدة واحدة كما تحدث طبعا بريغوجين، فهو قال ببساطة على سبيل المثال أن هذه المنطقة وهذه القرية الصغيرة بياتي خاتكي، على الرغم من أننا سمعنا أن القوات الأوكرانية دخلت وتعرضت للكثير من الخسائر وعادت الروس، ورايبر الروسي المصدر المهم قال بأن الروس سيطروا على هذه المنطقة، إلا أن إيفغيني بريغوجين قال بأن القوات الأوكرانية سيطرت بالكامل على هذه القرية وهم مستمرون في شن الهجمات. وكذلك في نفس الوقت هو ذكر منطقة أخرى، ألا وهي هذه المنطقة التي ترونها هنا، روبوتنا، قال بأن القوات الأوكرانية قد وصلت أساسا إلى المنطقة الشمالية إلى روبوتنا، وبدأوا يهددون روبوتنا بشكل خطير، يعني أن الخارطة من المفترض أن تكون بهذا الشكل، والروس يخفون هذه الحقيقة بحسب هو ما يتحدث عنه طبعا بكل تأكيد. وأيضا هو نشر عن مسألة مهمة تأتي في نفس الاتجاه، بعدما قال أن في روبوتنا الأمور تتقدم بهذا الشكل للقوات الأوكرانية، تحدث باتجاه توكماك، هنالك مجموعة من القوات الأوكرانية قد وصلت إلى هذا الاتجاه بالقرب من قرية ساتوفا، وبأنها قريبة للغاية من توكماك. طبعا من الصعب تخيل حقيقة هذا الأمر بسبب الخطوط الدفاعية القوية، وكيف من الممكن للقوات الأوكرانية أن تدخل عبر كل هذه الكيلومترات لتصل إلى هذه المنطقة. وبالتالي قد يكون هو يتحدث عن قوات خاصة أوكرانية بعدد يصل إلى 100 عنصر، 70 عنصرا دخلوا ووصلوا إلى هذه المنطقة ويريدون مباغتة القوات الروسية. ليس واضحا ما يتحدث عنه إيفغيني بريغوجين، ومن الصعب تصديقه بسبب أن التجديد كما نلاحظ بالخطوط السوداء للخطوط الدفاعية الروسية كبيرة للغاية، لكن الرجل يتحدث أن الأوكرانيين يتواجدون في هذه النقطة تحديدا وبأنهم يسيطرون عليها. وبالإضافة إلى ذلك قال بأن هذا المحور أساسا هو خطر للغاية، بسبب أن القوات الأوكرانية من خلال التقدم الذي تحدثنا عنه هنا ومن خلال توكماك يخططون ليس فقط للوصول إلى ميليتابول، ولكن الوصول إلى هذه البحيرة الكبيرة التي ترونها، وبالتالي سيصلون إلى بحر آزوف. وحذر وأعطى معلومات خطيرة في هذا المحور. وأيضا المحور الأخير أو المحور قبل الأخير هو يأتي في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها، وقد قال ببساطة بأن القوات الأوكرانية
قامت بعملية السيطرة الآن وهي تسيطر على هذه المنطقة ألا وهي أورجاينا التي ترونها هنا. وبالتالي القوات الأوكرانية هنا تفادت الخطة الدفاعية الروسية القوي وجاءت هنا بهذا الاتجاه وسيطرت عليها وتحاول الالتفاف على ستارومايورسكا التي ترونها ويحاولون الضغط عليها وبالتالي إنهاء هذا الخط الدفاعي بالكامل. ويعني بأن هذه المنطقة بحسب ما يتحدث عنه يفغيني بريغوشين أنهم قد وصلوا هنا وبالتالي يعني أن أي تقدم بسيط سيعني أن هذه المنطقة ريفينبول القوات الروسية مضطرة للانسحاب منها إن كانت هذه المعلومات التي يتحدث عنها يفغيني بريغوشين صحيحة. وبالتالي هي كلها طبعا معلومات صادمة يتحدث عنها هذا الرجل. بالإضافة إلى ذلك هي المسألة الأخطر تماما من كل ما تحدثنا عنه هو ما يأتي هنا في خيرسون تحديدا. فما تحدث عنه هنا يفغيني بريغوشين قال بأن القوات الأوكرانية ببساطة قامت بالعبور إلى هولا بريستان وقال بأن هنالك ما يقارب من 50 إلى 100 عنصر من القوات الأوكرانية قد سيطرت على هذه المنطقة وعبرت نهر دنيبرو وبأن القوات الروسية القوات الأوكرانية المسلحة ستلتحق بهذه القوات التي عبرت هذا النهر. وهذه قد تكون ممكنة جدا بسبب أن سد نوفا كاخوفكا قد انفجر طبعا بالقرب من هذه المنطقة وطبعا المنطقة كلها قد أغرقت وبالتالي حتى الخطوط السوداء التي ترونها التي تعتبر خطوطا دفاعية للقوات الروسية فإنها لم تعد موجودة بسبب المياه وبسبب غرق هذه المناطق. وبالتالي يبدو بحسب معلومات يفغيني بريغوشين كما ثبتتها الموسكو تايمز وكما تحدث هو في هذا التسجيل فإن القوات الأوكرانية قد عبرت واستغلت الموقف وبدأوا يحشدون بهذا الاتجاه. وهذه مسألة خطيرة جدا طبعا إن صحت كما يتحدث يفغيني بريغوشين لعدد من الأسباب. أولا إن لاحظت أن الخطوط الدفاعية ببساطة في هذه المنطقة عندما نراها مقارنة بالمنطقة التي تأتي باتجاه زاباروجيا كما تلاحظ مختلفة تماما. ليست هنالك الكثير من الخطوط الدفاعية أو التحشيدات الدفاعية الروسية مقارنة بهذه الخطوط الدفاعية الهائلة للغاية للقوات طبعا الروسية. بالإضافة إلى ذلك بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا فأغرقت هذه المنطقة والعديد من القوات قد نقلت طبعا القوات الروسية للتحشيد لمواجهة الهجوم الأوكراني. وبالتالي العبور الأوكراني هنا يثير الكثير من الجدل بحسب تصريحات بريغوشين وهو قد يعني ببساطة بأن الأوكرانيين في ظل الدفاعات في ظل تقليل توجه أو تقليل تواجد القوات الروسية في خيرسون وتوجههم إلى محور زاباروجيا يعني أن القوات الأوكرانية ستكون خطيرة وقد تندفع بسرعة إلى شبه جزيرة القرم وقد يكون هذا هو الهجوم الأساسي. وبأن كل ما رأيناه هنا هو عبارة عن هجوم ثانوي أو هجوم مخادعة من قبل القوات الأوكرانية قبل أن يفاجئون القوات الروسية والتوجه إلى شبه جزيرة القرم. لأن بريغوشين بنفسه كان واضحا تماما وقال قد نستيقظ في اليوم التالي ويستيقظ الروس على حقيقة بأن شبه جزيرة القرم تحولت إلى منطقة أوكرانية بسبب إخفاء هذه الحقائق التي تحدث عنها طبعا هو. وبالتالي أوضح أن هنالك خطرا كبيرا قادما في هذه المنطقة تحديدا. ويجب أن ننتبه أن سد نوفا كاخوفكا عندما انفجر في هذه المنطقة كانت المياه كثيرة ولكن الآن بحسب خزان هذا المياه طبعا بدأت تجف الأراضي بشكل كبير في هذه المنطقة وبدأت تبدو منطقة جاهزة لتوجه المدرعات الأوكرانية لتحقيق هجوم مفاجئ في هذه المنطقة. وإذا ما لاحظنا فإن هنالك مقطعا لطبيعة خزان هذه المياه التي ترونها التي كان يحملها أو يجمعها سد نوفا كاخوفكا تقريبا أصبحت أرضا مستوية ومن الممكن للمدرعات والدبابات التقدم في هذه المنطقة. وهذا طبعا يعتبر تطورا كبيرا للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية طبعا إن صحت هذه المعلومات وبأن النهر موجود نعم ولكنه انحسر كثيرا بسبب أن هذه المياه تجف ونحن في الصيف وبالتالي كل شيء خطر على هذه المنطقة. ليس هذا فحسب لأن هنالك مؤشرا خطيرا أن شبه جزيرة القرم في حقيقة الأمر مستمرون هم في عزلها ومستمرون في محاولة قطع الإمدادات الروسية التي تحاول أن تستمر بها روسيا بهذا الاتجاه إلى ميليتابول لتعزيز الدفاعات هنا. كانت هنالك ضربة مثيرة قد جاءت على
إحدى الجسور التي تربط شبه جزيرة القرم في منطقة خيرسون والمتجهة طبعا بشكل مباشر إلى جبهة زاباروجيا. وهذا جاء طبعا صباح هذا اليوم بهذا الشكل. كانت صور وكاميرات السي سي تي في الروسية صورت لحظة الانفجار بهذه الطريقة لجسر يطلق عليه تشونغار طبعا. وستلاحظ هذا هو الانفجار الذي جاء وسط هذا الجسر، وكانت هنالك لقطات لتوقف هذه الشاحنات هناك، وبأن الجسر لم يعد صالحا للعبور بالنسبة للروس طبعا، أو لكي يقوموا بعملية إيصال المزيد من القوات إلى تلك المنطقة ودعم ميليتابول توكماك وغيرها من عملية الدفاع. وتلاحظ هذه لقطات من زيارات رسمية طبعا روسية إلى الجسر الذي دمر هنا. نحن أمام جسرين كما نلاحظ طبعا بكل تأكيد، وكانت هنالك مخلفات لطبيعة الصاروخ الذي ضرب هذا الجسر، وهي ضربة استراتيجية خطيرة يحتاج الروس إلى أسبوع أو أكثر من أجل إصلاح هذا الجسر. أوضحت طبعا المخلفات الخاصة بهذه الصواريخ بأن هذه الصواريخ فعلا هي من صواريخ ستورم شادو التي ترونها هنا، والتي زودت بها بريطانيا أوكرانيا، وهي طبعا من صناعة فرنسية، هي من الستورم شادو البريطانية التي صنعتها فرنسا، وبالتالي هذا هو الصاروخ الذي استخدم على هذه المنطقة تحديدا. وكانت هنالك لقطات أوضحت جميع الزوايا تساعدنا في معرفة تماما هذا الموقع بشكل أكبر. لاحظ أنت أمام جسرين كما هو واضح، هذا هو الجسر الذي دمر وضرب وطبعا خرج عن الخدمة تماما، لا أحد يستطيع عبور هذا الجسر الذي ترونه. وكانت هنالك لقطة أوضحت بأن هنالك هنا وهنا تحديدا إلى الجهة اليمين من الجسر الآخر أن هنالك صاروخا لم يصيب هذه أو هذا الجسر. إذا نحن كنا أمام صاروخين، بالتالي إذا ما أخذنا علامات بسيطة لهذا الموقع المبني الذي يبدو بأنه مباشرة يأتي مع الجسر الذي ضرب طبعا، مع شجرة بجانبه، نحن أمام جسر هنا مسافة كما نلاحظ، بالتالي إذا ما أخذنا صورة أخرى كما تحدثنا نحن جسرين، مياه فاصلة، وأيضا هنا هذه المنطقة هي المنطقة التي سقط فيها الصاروخ الثاني ولم يصيب هدفه، وهذه صورة أوضح لطبيعة الصاروخ الثاني الذي لم يصيب هدفه الذي طبعا كان يسعى إليه، وبالتالي بالذهاب إلى القمر الصناعي إلى منطقة تشونغار التي تحدثنا عنها. فأنت ستلاحظ عندما تهبط بالقمر الصناعي هذه منطقة تشونغار، المنطقة الوحيدة الفاصلة بهذه المياه بين بحر آزوف طبعا والمياه الممتدة طبعا إلى هذه المنطقة. سترى بأننا عندما نقترب إلى هذا الجسر، وهو جسر تشونغار الواضح والوحيد في هذه المنطقة والقريب لهذه القرية، ستلاحظ بأننا أمام نفس هذه العلامات. هذا هو المبنى، في حقيقة الأمر هو هذا المبنى الذي ترونه الذي كان واضحا لنا، وأيضا نحن واضح وواضح تماما بأننا أمام هذه الشجرة بهذا الاتجاه الذي ترونه، وبالتالي فعلا الأمور هنا تبدو متطابقة مع طبيعة هذين الجسرين، وبالتالي كل شيء واضح بأن هذا الجسر من خلال العلامات وتطابقها معنا هنا في بداية هذا الجسر كما لاحظنا طبعا وكما حددناها، فإن الجسر هنا هو الذي ضرب. التصوير كان قادما من هذه المنطقة، صور هذه المنطقة، وكذلك يوضح أن الصاروخ الثاني قد سقط هنا وكان يريد أيضا إصابة هذا الجسر لقطع الطريق بأكمله على عمليات الدعم للقوات طبعا الروسية التي تمتد طبعا بشكل مباشر كما تحدثنا إلى ميليتابول وغيرها. بالتالي هنالك محاولات لعزل كبيرة لهذه المنطقة وأضعاف للدفاعات الروسية. ولاحظ أن حتى عندما بدأوا الناس الموجودين في شبه جزيرة القرم بمحاولة الوصول إلى تشونغار على سبيل المثال والطلب من الجوجل ماب أن يقوموا بالتوجه إلى تلك المنطقة، طبعا أغلق هذا الطريق مؤقتا ويرسله من يريد الذهاب إلى هذه القرية عليه أن يقوم بكل هذه الالتفافة الكبيرة إلى هذه المنطقة. وهذا يعني بأن الأوكرانيين كسبوا وقتا في إيقاف الدعم الذي يأتي باتجاه ميليتابول ومحور زاباروجيا. بالإضافة إلى ذلك وما يدعم هذا الأمر أن الغرب مستمر في دعم أوكرانيا. لاتفيا أعلنت بأنها سترسل جميع المروحيات الحربية الخاصة بها لأوكرانيا، لن تبقى لديها مروحية واحدة قتالية لنفسها وإنما سترسلها بأكملها طبعا إلى أوكرانيا. وفي نفس الوقت إن بوليتيكو كشفت عن مسؤولين غربيين بأن الآن تم الاختيار ووقع الاختيار
على رومانيا لكي تكون هي المنطقة الحقيقية لعملية طبعا وجود طائرات F-16، وأينما سيتم عملية تدريب طبعا الطيارين الأوكرانيين يتدربون على F-16 في هذا البلد، والمقر لطائراتهم ستكون هي رومانيا في حالة على سبيل المثال تعرضت إلى ضرر مع المواجهات مع القوات الروسية أو سقطت، يقومون بتجميعها وإصلاحها في رومانيا ومن ثم إرجاعها طبعا إلى أوكرانيا مرة أخرى. وبالتالي لا زال الاستثمار موجودا، والخسائر يبدو بأنها ليست كما تتحدث روسيا بحسب ما يتحدث عنه يفغيني بريغوجين، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى أن بريغوجين في مشكلة حقيقية جدا مع وزارة الدفاع الروسية، هو منزعج، هو ينتقد وزير الدفاع، ينتقد كل من على رأس السلطة على مستوى روسيا، وحتى أن هنالك كلاما بأنه يريد منافسة بوتين على رئاسة روسيا في الانتخابات القادمة في داخل روسيا. لذلك يفغيني بريغوجين قد يكون نوعا ما يبالغ في بعض الأمور التي ذكرها، ليس واضحا هذا الأمر، علينا أن ننتظر أياما لكي نرى المعلومات التي تحدث عنها بكل تأكيد. وخاصة يجب أن ننتبه بأن التقارير الغربية لا زالت تؤكد بأن القوات الروسية قوية للغاية على المستوى الدفاعي، فمسؤول غربي ذكر هذا الأمر اليوم للCNN حول الدفاعات الروسية وحتى الأوكرانيين، وقال القوات الأوكرانية أثبتت أنها ضعيفة أمام حقول الألغام وأن القوات الروسية مؤهلة في الدفاع عنها. أظهرت القوات الروسية كفاءة أكبر مما توقعته التقييمات الغربية، وأضاف نجحت القوات الروسية في تعطيل الدروع الأوكرانية بهجمات صاروخية وألغام، ونشرت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية. وبالتالي نحن أمام فعلا تقارير متضاربة عما يحدث. في نهاية المطاف ما هو رسمي؟ القوات الروسية قوية، وبوتين أعلن عن الشيطان الروسي أو الشيطان الثاني الآن، فإلى أين سنصل؟